السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك للنزهة. كنشكرك على هذا البرنامج ديما كنصنتو لك. بارك الله فيك لاله. أنا الحاج بغيتك تدعي معايا. أنا مطلقة هذه 27 عام باش طلقت. الله الله الله. إوا بغيتك تدعي معايا. لا إله إلا الله. ندعي مع الوالدة ديالي راه عيانة شوية. مع خوتي مع يا رحمن يا رحيم. لالا نزهة ملي وقع لك الطلاق لالا كيفاش حياتك تغيرت وتبدلت؟ واش لقيتي ذاتك ولا بقيتي معذبة وحسيتي بأنهم ظلموك وتعدوا عليك؟ حسينا بالظلم وبالناقص لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. لا ديما كنصنت لك على هذا البرنامج. بارك الله فيك لالا نزهة. وكان كان في ما كيدعيو الناس كنقول امين. يا ربي يحفظك ويرعاك. دعاك راضي في عامين وقيل وانا كنصنت لك لهذا البرنامج. الله يطول عمرك لالا نزهة. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج. الله يحفظك ويرعاك لالا. الله يجازيك بخير. شكرا لك شكرا لك نزهة. لا اله الا الله. اختنا نزهة من سيدي قاسم كما سمعتم منذ 27 سنة طلقت، يعني عمر طويل جدا. قضت 27 سنة بلا زوج وبلا حياة أسرية حميمية. أكيد أنها في كل مناسبة سعيدة لما يفرح الناس هي تحزن، لما يكون هناك عيد أضحى وترى بأن النساء يحظين بعناية الأزواج ويأتونهم بخروف العيد هي ربما تشعر بهناك نقص. إذا جاء عيد الفطر السعيد أو عيد المولد النبوي الشريف أو أي مناسبة سعيدة، زواج أو مولود في العائلة، تشعر دائما بأنها ضاعت في حقها. لهذا الذي يفكر في الطلاق إنما هو يحكم على إنسان بالظلم. كيف تطيب لك نفسك أن هذا الإنسان الذي يوما ما اخترته دون بقية الخلق وتقدمت لخطبتها وأعطيتها صداقها وعشت معها أحلام وأيام جميلة وربما أنجبت منها أطفال، ثم يوما ما تفكر في الطلاق؟ ما هو المشكل؟ أي كان هذا المشكل، ألا تلتمس لأخيك عذرا؟ ألا تلتمس لأختك عذرا؟ إذا كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي سوف نحتفي بذكرى مولده في هذا الشهر الفضيل شهر ربيع الأول كان يقول التمس لأخيك 70 عذرا، يعني إذا أخطأ الإنسان قل لعله كان كذا وكذا، لعله كذا وكذا، حتى تصل إلى 70 عذر. مثلا بين الزوج والزوجة قل ربما أن الطرف الأول عنده عقدة نفسية، ربما أنه لما كان صبيا تعرض للتعنيف وكبرت معه هذه العقدة، ربما كان عنده احتياج عاطفي أنه في المراهقة تعرض لصدمة كبيرة وشعر بكذا وكذا. إذا كان مثلا يحب المال، ربما كان فقير ومر بظروف حرمان، التمس له، هناك أعذار كثيرة كثيرة، التمس لأخيك 70 عذرا. أتعلمون أيها الأحباب الذي يلتمس لإخوانه وأخواته الأعذار ماذا يقع له يوم القيامة؟ أنه لا يحاسب يوم القيامة، يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي آية ثانية كخمسين ألف سنة. ما الفرق بينهما؟ على نظرية النسبية عند إينشتاين غادي نلقاو الجواب، لا نفصل، وهو أن يوم عند ربك كألف سنة أو كخمسين ألف سنة، وهناك الحساب، وقفوهم إنهم مسؤولون. الحساب يكون عسير يوم القيامة. يسأل الإنسان عن شبابه وعن ماله وعن علمه
وعن عمره عن أشياء كثيرة، لكن الذي كان في الدنيا يلتمس الأعذار لأحبابه وإخوته هذا لا يحاسب، لا يحاسب، لأنه كان في الدنيا يلتمس الأعذار للآخرين. حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أخاك أو أختك أخطأ فعلا، أخطأ عمدا، قل ربما لم أره، ربما تهيأ لي أنني رأيته، وسوف ترى عجائب قدرة الله من عنده هذه الصفة، صفة التسامح. طبعا ليس فيها تشجيع للفوضى، وإنما هي خلق نبيل فيه نوع من الإكرام ونوع من الإيثار، وربنا يجازي. لن ننزها، لن تضيعي أبدا. 27 وانت سنة وانت هكذا مطلقة، ربنا سبحانه وتعالى يحسب لك كل سنة وكل شهر وكل أسبوع وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل جزء من ثانية. الله تعالى يعطيك الأجر والثواب على صبرك وعلى احتسابك. واسعدي بأن ربنا يخبرنا أنه يوم القيامة هناك أقوام لما يدخلون على عتبة الجنة يجدون أمامهم جبال كجبال مكة وتهامة من الحسنات والخيرات، فيقول الله تعالى: هذه لكم. يقول: يا ربي أن لي هذا. يقول: على صبرك. ألم تكن في الدنيا من الصابرين؟ ألم يقع عليك ظلم الآخرين وصبرت واحتسبت؟ ألم يكن رزقك قليل وقلت الحمد لله على كل حال؟ ألم تفعل كذا وكذا وأردت الإصلاح والتغيير ووجدت الأبواب مغلقة وقلت ربنا هو الذي يصلح؟ كل هذا الله عز وجل يجعله في ميزان حسنات عباده المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أختي نزهة أن يفرج همك وينفس كربك وأن يعوضك خير على ما ضاع لك، وأسأل الله تعالى أن يشافي الوالدين ويطيل عمرهما ويحفظ الإخوة والأخوات والعائلة والأحباب، ويكون لك الله تعالى وليا ونصيرا. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.